في اليمن، الكوليرا تتخطى المليون حالة إصابة منذ إبريل الماضي، بينها 2227 حالة وفاة. هذا ما أعلنته منظمة الصحة العالمية واصفة القطاع الصحي بالمدمر. لكن المنظمة، وكما يقول ممثلها في اليمن نيفيو زغاريا، تبذل مع شركائها جهودا للحيلولة دون انهيار النظام الصحي، فيما ملايين اليمنيين لا يزالون بحاجة ماسة للخدمات الصحية الملحة. كان آخر هذه الجهود وصول شحنة من المساعدات والمستلزمات الطبية إلى مطار صنعاء، تحمل على متنها أكثر من 70 طناً من الأدوية الأساسية والإمدادات الجراحية. المنظمة أوضحت بأنه بسبب القيود المفروضة على ميناء الحديدة، اضطرت إلى الاعتماد على طائرات شحن لتوصيل الأدوية والمستلزمات العاجلة إلى صنعاء، والاعتماد على الطائرات في توصيل المساعدات الطبية يعني زيادة تكاليف الاستيراد بمقدار 5 أضعاف. هذه التصريحات تظهر حجم الكارثة الإنسانية الحالية في اليمن ومدى الانهيار الذي يعاني منه القطاع الصحي واستمراره في التدهور أيضا، بالإضافة إلى انتشار الأوبئة المختلفة وظهورها كعبء إضافي على كاهل المواطن اليمني.